المصطلح الثالث طلاب هو الكروس بايت. قبل ما نبدي نعرف الكروس بايت وانواع الكروس بايت، الكروس بايت شوي بيحكي راد لحكي، اكو شغلات لازم احنا نفهمها قبل ما ندخل بهذا الموضوع. شنو هي الشغلات اللي لازم نفهمها، او شنو هي الحقائق اللي لازم احنا نعرفها قبل ما نحكي يعني ندخل بموضوع الكروس بايت؟ الحقيقة الأولى إنه الماكزيلا، علاقة الماكزيلا والماندبل، الماكزيلا هو المهيمن على الماندبل، يعني حجم الماكزيلا أكبر من حجم الماندبل، فلهذا الماكزيلاري تيث تكون هي اللي رايحة بكالي، والماندبولار تيث هي تكون اللي رايحة لينجوالي. هذا أول حقيقة. الحقيقة الثانية، على مود الإنسان، على مود أي شخص يسوي تشوينج، لازم تكون الريليشن شيب ما بين الأسنان كسب تو فوسا ريليشن شيب. كسب تو فوسا معناها المراجع يقدر ياكل، كسب تو كسب معناها ماكو فائدة بالأسنان، ما راح يقدر يستفاد من عندها. هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة، في حالة إنه يصير عندي كسب تو كسب ريليشن شيب، شلون لازم اكو فشي عالج هذا الموضوع، كون انه الانسان عنده قابليه ادابتيشن، يقدر يتكيف مع الوضع لدرجات معينه. طبعا نحط ببالنا انه الماندبل بحركه، يعني الماندبل هو الجزء المتحرك بالهيد، ماكو جزء ثاني متحرك، هو الوحيد اللي ممكن يتحرك انتيريو بوستيريو، وحتى انه ممكن يتحرك لاتر. حلو، ناخذ تعريف الكروس بايت. الكروس بايت هي النورمال سيتويشن، انه تكون الابر ماكسيلاري تيث تكون هي رايحه بكالي وليبيالي. اي سن من هاي الاسنان الانتيريور والبوستيريور اذا راح لينجوالي صار عندي كروس بايت. تعريف is an orthodontic problem exist when maxillary tooth synoid or teeth is are lingually positioned relative to mandibular tooth or teeth. سن واحد ماكسيلاري راح لينجولي، او مجموعة اسنان بالماكسيلاري راحت لينجولي مع يعني in relative to بالنسبة الى المانديبولار تيث صار عندنا كروس بايت. خلينا نجي نوضح على الصبورة يصير فهمهم كل السهل. شنو؟ اول شيء خلينا نرسم المفهوم اللي قلناه. احنا ايش قلنا؟ قلنا انه الماكسيلا هو المهيمن على الماندبل، والنورمال سيتويشن شلون راح يكون؟ راح يكون هنا عندنا مثلا عندنا مولر واللور يكون بهاي الطريقه، هذا هو النورمال سيتويشن، هذا من ناتشيك. ونجي نرسم الجهه الثانيه ايضا، هاي مولر وهي اللي تكون خارج البر، هذا هو الماكسيلا وهذا يكون عندنا الماندبل، والاسنان المولر هي اللي خارج البر، هذا normal situation of posterior teeth. بمعنى شلون لو ناخذ مولر وحده تكون بهاي الطريقه. هسه انا ادري اول ما رسمت هذا الرسم قلت هذا مولر كلاس 2، لا يعني هذا مو انتيريو بوستيريو، هذا الرسم مو انتيريو بوستيريو، يعني ما قعدت اشوف العلاقه بين الاسنان انتيريو بوستيريو بهذا الاتجاه، لا انا قاعد اشوف الاسنان بهذا الاتجاه بالترانسفيرس، بمعنى انه البكل عفوا الابر ماكسيلاري مولر هي رايحه بكلي عن المانديبولار مولر، هذا نورمال سيتويشن. بالنسبة للأسنان الأمامية الماكسيلاري تيث، مثلا هذا الماكسيلاري سنترال انسايزر، هو اللي راح يكون شنو؟ هو اللي يكون طالع لبرا ليبيالي، يجي هنا طبعا الأبر ليب وهنا اللور ليب بهاي الطريقة. ذني النورمال سيتويشن. حسب تعريف الكروس بايت شو يقول؟ يقول أي سن من ذني أمامي أنتيرير تيث أو بوستيرير تيث إذا انعكست هاي الحالة الطبيعية صار عندي كروس بايت. يعني شو مثلا نجي للمولر، بمعنى انه ممكن الابر مولر تدخل للداخل واللور مولر هي اللي تخرج لبرا،
صار عندي احنا شو نصير له هذا؟ نصير له posterior cross bite. كتبت فقط حرف P مختصر posterior أسنان خلفية. بالنسبة للإنسايزر شلون يصير عندي cross bite؟ يصير عندي بهاي الطريقة، هذا ال upper وبهاي الطريقة يكون اللور. صار عندي anterior cross bite. اول شغلة عرفتها السعاني انه اكو نوعيتين من الكروس بايت. كروس بايت يكون بالاسنان الاماميه اسميه anterior cross bite، والكروس بايت اللي يصير بالاسنان الخلفيه اصيح له posterior cross bite. سؤال لي هنا، اسالك سؤال، عفوا سؤال لك، الكروس بايت هل ممكن سن واحد او مجموعه اسنان؟ ممكن سن واحد anterior او posterior، وممكن مجموعه اسنان anterior او posterior. اذا مجموعه اسنان سن segmented segmental، يعني مجموعه قسم كامل جزء كامل. شويه خلي انه نرسم الكروس بايت posterior بوجود الماكسيلا والمانديبولار arch. السؤال هذا لك، هاي الحالة شلون راح ارسمها؟ قل لي هذا هسه كروس بايت لو لا؟ هذا ماكسيلا وهنا يكون عندي نورمال، وهذا عفوا هذا الماندبل. خوش يلا بابا، اكو كروس بايت لو ماكو كروس بايت؟ هاي الجهة نورمال، كون الماكسيلا هو المهيمن على الماندبل، هو اللي طالع لبرا. هاي الجهة شنو؟ الظاهر اكو كروس بايت. خوش، الكروس بايت هنا موجود، هاي بهاي المنطقة. هذا اكو كروس بايت. خوش، شنو فرق الكروس بايت هذا عن اللي راح ارسمه هسه؟ هاي مولر، وهنا اللور مولر طالع لبرا، وهنا ايضا مولر، عفوا الابر مولر، وهنا اللور مولر هي اللي طالعه لبرا. هذا الماكسيلا ارتش وهذا المانديبولار ارتش. خوش يلا، شنو فرق هذا عن هذا؟ هذا حدد لي كروس بايت، وين قاعد يصير لي كروس بايت؟ هنا اكو كروس بايت، كون الماندبل هو الطالع، وهنا ايضا اكو كروس بايت، كون الماندبل هو طالع. اذا شكو شنو السالفه؟ شو اكو نوعيتين من البوستيرير كروس بايت، اكو يونيلاترال كروس بايت، يعني يصير بجهه واحده، جهه كامله بالماكسيلا يصير فيها كروس بايت، واكو بايلاترال جهتين يصير بيها كروس بايت. خوش، للابطال فقط. اذا صارت عندي هاي الحاله ايش راح يصير؟ اذا المريض يطبق بهاي الطريقه، نفكر بالموضوع، خاف الرسم ما واضح، هذا ماكسيلا، هذا ماندبل، وذني المولرز، وشكو بالرسم؟ اكو كسب تو كسب ريليشن شيب، يعني لما المراجع يطبق او الشخص يطبق، هاي وهاي كسب بكسب، وهنا يصير كسب بكسب. اكو واحد يقدر ياكل كسب بكسب؟ ما ممكن واحد ياكل كسب بكسب، مستحيل. نحتاج كسب تو فورس ريليشن شيب. من المنقذ؟ من راح ينقذنا بهاي الحاله؟ الماندبل. ليش؟ كون الماندبل عنده قابليه يسوي شيفتنج، فالماندبل راح يختار وحده من الجهات، هو يعني حسب الراحه الاكثر. اما الماندبل ينحرف بهاي الجهه يلوف لهاي الجهه ويطبق، او ينحرف بهاي الجهه ويطبق.
فتتحول هاي الحالة إلى شنو؟ تتحول بالضبط إلى يوميلات في الكروس بايب. خلنا نفرض فرضاً إجا لهاي الجهة. لما إجا لهاي الجهة صار عندنا هنا normal situation وصار عندنا هنا كروس بايت، صار يوميلات في الكروس بايت. خوش شنو هاي؟ دوخة هاي. شاف شنو فرق عن هذا؟ هذا يصير هو true cross part صدقي، ما بي mandible راح shifting بالmandible، هذا يصير هو false cross part. أو الاسم الأحلى اللي كلش أنا أحبه هو functional shift، اللي هذا الاسم شوية يعطيك أهمية للmandible، يحسسك إنه الmandible مهم. ليش؟ لأنه الماندبل سوى functional shift، يعني لاف وراح laterally لوحدة من الجهات على مود يؤدي وظيفته ويصير عندنا cusp to fossa relationship، وبالتالي الشخص يقدر يعقل. بعد اكو حالة وحدة بالcross bite يخلص موضوع الcross bite. في حالة انه كان الcross bite كلش سيفير، الcross bite كان كلش سيفير بحيث هذا ال upper 6 واللور هنا بهاي الطريقه الارتش، اصلا ما بيناتهم اكو اي تاتش. شو يصيروا لهذا؟ سيزر بايت، الاطباق مثل المقص، سيزر مقص. هذا الاطباق انا اعتبره لعنه على المريض. طيب ليش؟ لانه اولا ما في فائده بذل الاسنان، يعني هو يريد ياكل اصلا، ما يعني ما شيء ما يلوح شيء، واحنا على مود ناكل لازم عندنا شنو؟ كسب فوس ريليشن شيب. هاي اول نقطه. ثاني نقطه، هذا السن لما ماكو انتاغونست يدق بي ويوقفه بعد حده، هذا راح يصير بي ورا فتره ايرابشن، اوفر ايرابشن، وهذا يصير احتمال بي اوفر ايرابشن الى انه يطخ بالسوفت تشو الدور. لما يعض المراجع يعض سن على ميوكوزا على سوفتش ويصير عنده تروما. خلينا ناخذ السلايدات مال الكروس بايت على مود موضوع الكروس بايت يتوضح لنا كامل. هاي الصوره هسه لو نجي لهذا المراجع، هذا المراجع عنده بوستيريور كروس بايت بيمن، عنده بالفور والفايف والسكس، وعنده انتيريور سنجل توث كروس بايت هو اللاترال انسايزر. شوف هاي الصوره، فاهمك شلون؟ الاسنان، الاسنان لما تظهر عمرها يصير كروس، يقول لك ليش يصير كروس بايت؟ اذا كان سبب الاسنان، الاسنان شوف الباث اوف ايربشن، شوف الكناين يلوف ويقعد بمكانه، يلوف ويقعد بمكان الكناين، وهذا شوف هاي هنا البيرمننت تيث قاعد تحاول تطلع على مود تدفع الديسيديوس تيث، فامراض مليم واحد ممكن يسبب خربطه وممكن يسبب كروس بايت ويسبب لنا ماد اوكلوجن. هنا يقول لك يا الكروس بايت يكون اما دنتال او سكيليتال، ويسمى في حاله سكيليتال باسم صاحب المشكله. يعني اذا كان عندك سكيليتال كروس بايت سبب العظم، وسبب العظم انه الماكسيلا صغير، قول ماكسيلا كروس بايت. واذا كان عندك سكيليتال كروس بايت سبب الماندبل انه كبير، فيقول ما عندي بيور كروس بايت. جدول يقول لك انتيريور كروس بايت وبوستيريور كروس بايت نفس الشرحنا. اوكي؟ هنا ابسط، هنا شويه اكثر تعقيد. اما الانتيريور يكون عنده سنجل سيجمنتد او سيجمنتال، والبوستيريور هذا الجدول هو نفسه اللي وضحنا. انتيريور كروس بايت، هسه شوف هذا التوث صاير بي كروس بايت، شلون هذا الرسم اللي رسمناه هنا؟ هنا posterior cross bite صاير بهاي الجهة unilateral، الجهة الثانية ما بيها شيء. subdivision مات posterior cross bite unilateral posterior اللي هو بي ترو، وما راح احكي لك شنو ترو، انتم تعرفوها. واللي بي فولس unilateral cross bite وهم ما راح اقولها، اللي كان الرسم اللي هنا هم ما راح احكيها، الماندبل شو يصير بي. وعندنا bilateral posterior cross bite، اعتقد ذني واضحة. Based on etiological factor, cross bite can be divided to skeletal, dental, and functional. بدون تعليق، بدون ما أعلق على هذا، skeletal شنو، dental شنو، و false شنو.
شرحناها من واضحات التوتو. السيزر بايت، السيزر بايت اللي هو هذا، تكون الاسنان بهاي الطريقه. اقرا لكم اياها. سيزر بايت situation in which several adjacent posterior teeth overlap vertically in habitual occlusion with their antagonist without contact. يعبر واحد يمر على الثاني بدون ما يصير بيناتهم contact او بين الاوكلوزال سيرفيس مالتهم يصير اكو contact، ما بين فائده بالاكل، ممكن يسبب عند المريض تروما.